أحبتي في الله، وقف أحد المعلمين أمام طلاب ثانوية يسألهم أحبتي في الله عن الفرق والمباريات ومن هو اللاعب المفضل. الكل تكلم أحبتي في الله، أنا أشجع برشلونة، أنا أشجع ريال مدريد، أنا الاتحاد. أنا وقف واحد من الطلاب أمامه قال له تكلم عن فريقك هذا 5 دقائق. والله يا أحبتي في الله لو ما سكت المدرس ما سكت، يتحدث عن اللعيبة ويتحدث عن عقودهم وكم يأخذ في الشهر وكم يأخذ في اليوم وكم 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 وكم. أحبتي في الله ما حتى ما قاد جزمته وهو كافر، نسأل الله العافية والسلام. والله يا أحبتي في الله، قال له المعلم كلمة والله ما تكلم بعدها بشيء. قال له أريد منك أن تتكلم في 3 دقائق عن الله عز وجل. والله يا أحبتي في الله إن هذا الشاب ما تكلم بكلمة واحدة.